إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نشرع الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي كافح وناضل في سبيل نشر العقيدة السلفية النقية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. وكما ترون في هذا الكتاب الجليل الذي هو صغير في حجمه ولكنه عظيم في فائدته، حيث ركز على أهم ما يسأل عنه العبد في قبره عندما تقوم قيامته الصغرى: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أصول كل شيء، وهذه هي التي إن أجاب عنها المسؤول نجا وفاز، وإن أخفق هلك وخسر والعياذ بالله. هذه هي الأصول الثلاثة، ولنبدأ مع المصنف رحمه الله تعالى وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة اليه. الرابعة الصبر على الاذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو المدخل الذي بدأ به المصنف رحمه الله قبل أن يبين هذه الأصول العظيمة، لأن هذا المدخل هو أساس فهم هذه الأصول. وما لم تكن هذه المسائل الأربع راسخة في ذهن المسلم، ثابتة في قلبه، معلومة لديه، ف
فإنه لا يميز بين الأصول وغيرها، لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الغث والثمين، لا يميز بين الضار والنافع، لا يميز بين الطيب والخبيث، لا يميز بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. لذا بدأ ببيان هذه المسائل الأربع، وقوله في بداية الكلام: اعلم رحمك الله، هذا التعبير وإن كان بلفظ الماضي إلا أنه يعني المستقبل، لكن الدعاء يعبر فيه بالماضي تبركا وتيمما وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. فقد أخبر هنا عن أهمية تعلم المسائل الأربع، وأنه لا يمكن لإنسان مسلم أن تستقيم عقيدته إلا بفهم هذه المسائل الأربع وبوعيها وبفهمها وباتخاذها أساسا في كل شيء. فأولى هذه المسائل هو العلم، وثانيها العمل به، وثالثها الصبر على الأذى فيه، وثالثها الدعوة إليه، ورابعها الصبر على الأذى فيه. فالمسألة الأولى هي العلم، العلم الذي هو نور يضيء للمسلم طريقه. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العلم نور، وضده الجهل فهو ظلام. والعلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه دون زيادة أو نقصان. والمقصود بهذا العلم العلم الشرعي المتمثل في دراسة الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة ورد كل شيء نختلف فيه إليهما، بلا إفراط ولا تفريط، وبلا غلو ولا تقصير. وما ضل الناس وما انحرف المنحرفون وما ظهرت الفرق الضالة والأحزاب المبتدعة إلا بسبب الجهل والبعد عن العلم. سبب كل من ضل وبعد عن الحق وسار على غير هدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إن سبب ذلك كله هو الجهل بأحكام الشرع وطريق الفضل وطريق النجاة وطريق الفوز لا يتحقق بغير العلم، ولا يمكن سلوكه بغير العلم. فمن سلكه بغير علم تعثر وتردى في الهوى في الهاوية. وهذا العلم
الذي جعله المصنف رحمه الله كما جعله الله تعالى في بادئ أو في بداية كلامه، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به. فأول ما نزل الوحي على نبينا وإمامنا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ معه الوحي بالحث على العلم، وتعرفون قصة نزول الوحي عندما جاء جبريل عليه السلام فغطه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، إلى أن جاءت المرة الرابعة والثالثة فقال له اقرأ، قال وماذا أقرأ وماذا أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر أخي المسلم وفقك الله كيف بدأ بالعلم وجعله الركيزة الأساسية التي منها ينطلق كل شيء، وعليها ينبني كل شيء، وعلى ضوئها يصلح كل فساد. نعم أيها الإخوة في الله، بالعلم النافع تتوحد كلمة المسلمين، بالعلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة يسلم الناس من الشرك، بالعلم الصحيح يهتدي الناس إلى التوحيد، بالعلم الصحيح تتآلف القلوب وتتلاقى، بالعلم الصحيح تجتمع القلوب وتزول الكروب وتتوحد الصفوف وتزول مظاهر الفرقة ويبتعد الناس عن الهوى ويبتعد الناس عن كل ما يخالف شرع الله. وبالعلم الصحيح يستنير لك الطريق أخي المسلم، وتذل لك السبل، وتعبد الله على بصيرة، وتصل إلى ما تصبو إليه من خير. كل ذلك لا يمكن أن يتحقق بغير العلم. وما اختلف الناس وما بعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الجهل المسبق على أفكارهم وعلى أفهامهم إن العلم النافع هو الذي يبقى ذخرا للمسلم حتى بعد وفاته، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد رغب الله تبارك وتعالى في العلم وحث عليه وأمر به ورغب في طلبه، وأمر الله تبارك وتعالى به
وببناء الأحكام عليه، وشهد لأهله بالفضل، وجعلهم في مصاف ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا أمر بالعلم، أمر بالعلم وحث عليه ورغب فيه، وقارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. وهل هناك فضل أعظم من هذا؟ فالعلم نال صاحبه هذه المنزلة عند الله، وأخبر الله تبارك وتعالى أن طلاب العلم والعلماء الذين يعملون بعلمهم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى مبينا أنه يستحيل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسوى الجاهل بالعالم أو حتى أن يتقارب. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى مبينا رفع درجة طالب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة في هذا، كثيرة جدا، منها أيضا أعني من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين أن يفرغوا منهم فئة يطلبون العلم، وفئة أخرى تقوم مقامهم وتخلفهم في أهلهم وأموالهم حتى يعودوا. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه بعض من الآيات في أهمية فضل العلم. ولذلك كما نقل المصنف هنا عن الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، ثم صدر البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والشاهد هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو الذي يتوصل به إلى معرفة الأصول والفروع. والأحاديث كثيرة أيضا الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، منها حديث معاوية رضي الله عنه
معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا جزء من حديث آخر طويل فيه بشائر كثيرة للمؤمنين. فالعلم أيها الإخوة في الله هو سبيل المعرفة وسبيل تحقيق التوحيد وسبيل تحقيق العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما بغير العلم إن الذين لا يهتمون بالعلم مهما بالعلم الشرعي وهو الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقعون في الجهالات والضلالات ويقعون في العثرات والنكبات ويفرقون شمل الأمة ويجتهدون بأهوائهم أما الذين يتفقهون في دين الله فإنهم يعبدون الله على بصيرة يعبدون الله على بصيرة ويتقونه على بصيرة يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه يعلمون ما يقربهم إليه فيفعلونه ويعلمون ما يبعدهم عنه فيجتنبونه لذلك جاء الحث على العلم في هذه النصوص الكثيرة التي استمعتم إلى جانب منها. أيها الإخوة في الله، إنما يعانيه المسلمون اليوم من بعد عن الله سواء أكان منهم المنحلون والعلمانيون والإلحاديون الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وسواء كان أولئك المبتدعون المخرفون الذين لم تتضح لديهم الأمور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا المخرج مما وقعوا فيه ما وقع فيه أولئك هؤلاء وأولئك إنما هو التحصيل العلمي الذي يحصن المسلم ويبعده عن المزالق ويبصره في دين الله ويجعله يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة بعيدا عن انتحال المبطلين
وفعل المرجفين و انتحال المبطلين وتحريف الغالين وسلوك المبتدعين. والحديث عن العلم يطول ويحتاج إلى درس خاص، لكن بما أننا في هذا الكتاب فإننا سوف نختصر الكلام رجاء أن نستفيد من هذا الكتاب وأمثاله. وأما العمل وأما ثمرة العلم إنما هو العمل به، والسير على نهجه، السير على ما يدعون إليه العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن نطبق عمليا ما تعلمناه وما درسناه وما درسناه، لأن ذلك سبيل النجاة، ولأن علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فالعمل ثمرة العلم وفائدته، ومن يعمل ولا من يعلم ولا يعمل بعد أن قامت عليه الحجة فجرمه وإثمه أعظم ممن قصر وهو لا يعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل أيها الإخوة هو ثمرة العلم ونتيجته، وإلا فإنه سيكون وبالا على أهله بعد أن قامت الحجة واتضحت المحجة وبان الطريق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن العمل أيها الإخوة هو الذي وجد من أجله العلم. أمرنا بالتعلم لنعلم، وبالتفقه لنفقه، وبالجد لنجد في دين الله، ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه، لأن العمل كما قلنا هو ثمرة العلم. فالذي يعمل ويجتهد في العمل وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، فإن الله سيحوطه بعنايته ويكرمه برعايته، إن العمل الذي أمرنا به هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعض على ذلك بالنواجذ، هذا هو الذي تحوطه عناية الله، ووعده الله وهو لا يخلف الميعاد بالوعد العظيم الذي لن يخلف إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن العمل الذي تحوطه عناية الله هو العمل بالمنهج الصحيح المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، لا انحراف فيه ذات اليمين ولا ذات الشمال، ولا تحزب فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ومن والاه. فإذا كان كذلك فلا بد من العمل أيها الإخوة، لأنه ثمرة العلم والتطبيق له، وإلا فمن تخلى ومن قصر أدى ذلك إلى قسوة قلبه وبعده عن الله سبحانه وتعالى وترك الله له، نسوا الله فنسيهم. والعمل الذي هو ثمرة العلم هو ما تحقق فيه شرطان: الأول إخلاص العبادة لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول إخلاص العمل لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فإن الذي يعمل بعلمه يحوطه الله بعنايته ويكرمه برعايته ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو العلم أو هو العمل الذي توافر فيه هذان الشرطان، هو الذي يحوط الله صاحبه بعنايته ويعادي من يعاديه ويحارب من يحاربه. قال الله عز وجل فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يقول: قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني ماذا لأعيذنه. هذا وعد من الله لمن يعمل بعلمه، لمن يطبق علمه، لا يستخدم علمه في التضليل، لا يستخدم علمه في التحزب والتجهيل، لا يستخدم علمه في المفاخرة والمراءة، لا يستخدم علمه في الإساءة إلى إخوانه المسلمين، لا يستخدم علمه في تحريف الكلم عن مواضعه كما يفعل أهل الأهواء، وإنما يسخره في العمل
الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يسخره فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى من تحقيق للتوحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج وحسن معاملة وأخلاق وآداب وما إلى ذلك من أهمية العمل بالعلم. من أهمية العمل بالعلم فإنه يتخذ هذا العلم سلاحا يقوي به إيمانه، يقرأ كتاب الله، يقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ العلم الغمز واللمز والنيل من الآخرين والحط من شأنهم، وإنما يستخدمه بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله والذي فيه الشروط التي ذكرناها قبل قليل. والثالث هو الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم بعد أن تكون مؤهلا للدعوة. لازم أهل العلم فترة طويلة إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان، وهي وظيفة عظيمة. قل من يتفطن لها أو يتنبه لها، إن هذه الدعوة التي هي مسؤولية كل طالب علم ينبغي أن تسخر لله ومن أجل الله، يدعو تقربا إلى الله ومحبة له وطلبا لما عنده ورغبة فيما عنده، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. فالدعوة إلى العلم لإعلاء كلمة الله، لنشره، لقصد نشر العلم، هي وظيفة كل من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا العمل. وليس العلم ربط الناس بالصحف والمجلات، سواء تلك المجلات الخليعة التي غزت الأسواق أم تلك المجلات الدعائية التي كثير منها يتستر بالإسلام وهو يدس على الإسلام وأهله. وإنما العلم الحق الذي هو منطلق الدعوة إلى الله هو العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى هذا العلم المعين وظيفة كل من وفق له من طلاب العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأما
الجميع أن يجتهد في أن يكون داعية لله بعد أن يتسلح بسلاح العلم، لا يدعو بالقصص والخيالات، لا يدعو بالتهويل والتشهير، لا يدعو بنسج الحكايات والمنامات والرؤى وما إلى ذلك. وإنما الدعوة إلى الله عز وجل تكون بعد التسلح بسلاح العلم الذي قدمنا ذكره، وبالبدء بالأهم قبل المهم، وبالبدء بالأسس، بالبدء بعقيدة التوحيد والدعوة إليها. لا ندعو إلى مجرد التجميع والتهييد والحماس دون أن يكون ذلك مؤسسا على توحيد الله تبارك وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. إذن هذه الدعوة ليست تهييج الجماهير كما هو الحال في بعض البلاد، وليست الدعوة في إثارة الناس دون ما علم يجعلهم يعرفون طريق الدعوة الصحيح، فإن ذلك ليس بصحيح، وليس هذا من منهج دعوة الأنبياء والمرسلين. إذن هذه الدعوة التي كثر أدعياؤها وكثر من يتطفل عليها يجب أن يقوم بها من هم أهل لها من ذوي العلم والمعرفة والعقيدة الصحيحة الذين يبتعدون عن حظوظ النفس وعن الدعايات وعن التهويل. هذا بالنسبة للدعوة، والحديث عنها كما قلت يتطلب وقتا. والرابع الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. الصبر له أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والثاني الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله بمعنى أنه يحبس نفسه عن جميع الملذات التي هي من المعاصي أو التي تفضي إليه تفضي به إلى المعاصي. والثالث الصبر على أقدار الله، بمعنى أن يسلم يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. والصبر ضياء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الصبر ضياء، ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 من الموضوعات. ثم استدل المصنف رحمه الله على هذه المسائل الأربع بصورة العصر،
التي نحفظها جميعا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقالوا إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا يشمل العلم وتدل مصنف قلنا بهذه السورة العظيمة لما فيها من خير، وقلنا إنه أشار إلى الإيمان، العلم بالإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا يكون العمل صالحا إلا بالشرطين اللذين ذكرناهما، وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا. وأشار إلى الدعوة بقوله وتواصوا بالصبر بالحق، وإلى الصبر على الأذى في سبيل ذلك بقوله تعالى وتواصوا بالصبر. هذه السورة القليلة في معناها في لفظها والعظيمة في معناها، يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه حجة لهذه السورة لكفتهم، ذلك أنها بينت طريقين لا ثالثهما. طريق النجاة المتمثل في الاستثناء من قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والطريق الأول وهي الغواية والعياذ بالله، كما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. تبين الطريق النجاة من طريق الهلاك. لذلك فإن طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله هو منهج الأنبياء والمرسلين. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتهينا من المسائل الأربع، والآن عندنا مسائل ثلاث هي أيضا من المهمات جدا في فهم حقوق الأصول الثلاثة، إذ لا يتأتى لمسلم أن يفهم هذه الأصول أيضا إلا بمعرفة هذه المسائل الثلاث. فالمسألة الأولى من هذه المسائل الثلاثة هي باختصار يمكن أن نقول عن المسائل الثلاث، الأولى في الإيمان بالرسل، والثانية في الولاء والبراء، أو الثالثة في الولاء والبراء، والثانية في عدم الشرك وخطورة دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما دام قد خلقهم لعبادته فإنه لا بد أن يبين لهم كيفية هذه العبادة، وكيفية هذه العبادة لا يمكن أن توكل إلى العقل المجرد، بحيث يأتي كل واحد منا فيحكم عقله في شرع الله كما هي عادة المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية المعاصرة الذين يخضعون كل شيء إلى عقولهم، العقلانيين الذين ينفون كثيرا من حقائق الدين باسم أن العقل لا يقر ذلك، أو أن العقل ينفيه، أو أن العقل ينكره، أو أنه لا يتفق مع العقل. والحق أنه لا يتفق مع العقل المريض، وأما العقل السليم الذي امتلأ حيوية بحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعارض معه. إذن الله خلقنا لعبادته، لما خلقنا لعبادته لم يتركنا هكذا نختار ما نشاء من العبادات ونترك ما نشاء، لم يهملنا سبحانه، لأنه هو أعلم بما يصلح عباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو أعلم بعباده وما خلقهم له، وما خلقهم له من حكم. فلذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فمن أطاع هؤلاء الرسل فاز ونجا، ومن عصاهم خاب وخسر. ولذلك بين ذلك بقوله: بل أرسل إليهم رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، ومن عصاه دخل النار. يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله ورسوله وعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى. والعصيان على قسمين: منه ما يبلغ درجة الكفر بالله كالشرك بالله وما إلى ذلك من أمور الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. والمهم أن من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال تعالى:
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا هو من؟ نبينا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو من؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون موسى فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولذلك قال فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا شأن من يكذب الرسل ومن يعصيهم ومن يتجاوز حدود الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله، فطاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله ورسوله فاز ونجا بسعادة الدارين، ومن عصى الله ورسوله فقد خاب وخسر. إذن هذه هي المسألة الأولى. نقول للعقلانيين الذين يحكمون عقولهم في شرع الله، في أسماء الله وصفاته، في رد الأحاديث وقبولها، نقول لهم إن الرسول صلى الله إن الله تعالى لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، حريص على هدايتهم، مشفقا عليهم، رؤوفا بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. إنه رسول الهدى والرحمة، إنه رسول التقى وإمام الهدى، فمن سار على سبيله في كل أموره، في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، في الحدود، في الدعوة إلى الله، فهو الناجي والظافر بمرضاة الله. ومن حاد عن سبيله بأي وجه وبأي شكل من أشكال الحيدة فقد ضل عن سواء السبيل، واتبع غير سبيل المؤمنين، وبعد عن منهج الله القويم. هذه هي المسألة الأولى، الإيمان بأن الله أرسل إلينا رسولا رحيما رؤوفا بأمته، حريصا على هدايتهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وطاعته جزء من طاعة الله. لو أن إنسانا آمن بكل شيء ونفذ كل شيء ولكنه قال أنا لن أطيع الرسول في كذا عليه الصلاة والسلام، فما حكمه؟ يكفر، يخرج من الملة، يخرج. طبعا لا نعني من عصى معترفا بمعصيته معترفا بذنبه، هذا لا يدخل في هذا الباب، بل هذا عاص وهو تحت ماذا؟ تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. لكن شخص مثلا جاءنا شخص مثلا قال الخمر حلال، يقول أنا ما أعترف، لو سمعت 1000 حديث ولو سمعت 1000 آية الخمر حلال، الربا حلال، أكل مال اليتيم حلال، ما حكمه؟ يكفر. هذا هو المراد المقصود بمن طاعت بمن كانت معصيته تبلغ ماذا؟ درجة الكفر. ولذلك قال من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يقصد العصيان الكفري. وأما من صدرت منه معصية
مع اعترافي بذنبي فهو تحت المشيئة كما سمعتم، وهو متوعد بوعيد شديد وعلى خطر، ولكن لا يخلد في النار وقد يعفو الله عنه بفضله. لكن استمراء المعاصي واستسهالها قد يؤدي بالإنسان بالتالي إلى الاستحلال، ومن ثم يستحلها، ومتى استحلها كان ماذا؟ كافرا خارجا من ربقة الإسلام ومن حظيرة الإسلام. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه فهو المهتد، ومن عصاه فقد ضل سواء السبيل. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، قد يسأل سائل لما خصها المصنف مع أنها قد تدخل في مسائل قادمة سوف تأتينا في الكلام على معرفة الله، لكن لما خصها وقدمها هنا؟ خصها المصنف رحمه الله وهي حكم دعاء غير الله وعبادة غير الله، ولو كان هذا المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما حكم ذلك؟ أو لما خصه المصنف هنا؟ خصه لأنه قد كثر وعم وطم في الأمة الشرك وانتشر، لا سيما عند عبادة المقابر والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. فكل أو كثير من الناس قد اتخذوا القبور أولياء من دون الله، يعبدونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات. والله نسمع بآذاننا في كثير من البلاد إذا مر بقبر قال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا بكنفك يا فلان، أنت غوثي، أنت عوني، ونحو ذلك. هذا كله ماذا؟ كله شرك بالله سبحانه وتعالى، يحبط العمل ويفسدها، يفسد الأعمال ويحبطها ويقوضها من أركانها. نعم. ولذلك بدأ بها المصنف هنا. الآن عمت البلوى، الآن تسمع الناس هنا، الآن حتى أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمع الشرك من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك واجب كلما ذكر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. نسمع الآن بعض الناس يقولون: أعطني يا رسول الله كذا، أغثني يا رسول الله، أنا بجاهك يا رسول الله، افعل لي كذا يا رسول الله. واحد يقول زعل معه غاضب من واحد وقال: أنا أشكوك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في هذا المقام، هذا المقام لمن؟ ها؟ لله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بكم وسمعتم، لما جاءه رجل يقول: ما شاء الله وشئت، غضب منه صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. من القائل لهذا الكلام؟ أنا أم زيد أم عمرو؟ من الذي أنكر على الرجل القائل ما شاء الله وشئت؟ هو سيدنا وإمامنا وحبيبنا ونبينا وصفي ربنا، نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، لست أنا ولا زيد ولا عمرو. طيب أيهما أعظم، كلمة ما شاء الله وشئت، وإلا كلمة يا رسول الله أغثني؟ أيهما أكثر غلوا؟ أيهما أكثر؟ لما يقول قائل
أنا عندي كلمتان الآن يا إخواني، خليكم معي بدقة. رجل قال ما شاء الله وشئت، ليس كذلك؟ رجل آخر قال يا رسول الله أغثني أو أعطني أو مدد يا رسول الله أو أنا بكنفك أو نحو ذلك، أيهما أكثر غلوا؟ ها؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية، بارك الله فيك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن الأولى وهي أسهل؟ لما قال الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. سبحان الله، انظروا كيف يعلمنا التوحيد صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمنا كيف نوحد ربنا. نحن الآن نقول كلمات ما ندري عن معناها، بعض الناس يأتي يقول يا فلان يا رسول الله يا الحسين يا بدوي يا جيلاني يا تجاني يا نقشبندي يا شاذلي يا فلان يا فلان، ما يدري مسكين، هو سمع الآباء والأجداد يقولون شيئا فيقلدهم كالببغاء تماما. لكن لو أنه سمع هذا التوجيه النبوي الكريم، توجيه من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. في أحد يقول لي هذا الكلام كلامي أنا؟ يستطيع يقول لي هذا الكلام كلامي أنا؟ يرجع للأحاديث، ما شاء الله وشئ. قال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده. طيب حديث آخر، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا قال؟ ماذا قال لهم؟ ناداهم جميعا بأعلى صوته، بدأ بقبيلته، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من يكون العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من هي صفية؟ عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول اطلبي من المال ما شئت، ينادي حتى وصل إلى أقرب الناس إليه، فلدة كبدي، فلدة كبدي سيدة نساء الجنة رضوان الله عليها، فاطمة سيدة نساء الجنة، نحن نجلها ونترضى عنها، لكن لا نعبدها كما تعبدها الرافضة قاتلهم الله. ها؟ نقول يا فاطمة سيدة نساء الجنة ونترضى عنها ونؤمن بأنها في الجنة، لأن الرسول أخبرنا سيدة نساء الجنة، وأما ما زاد على ذلك فلا نقول، لا نغلو فيها ولا في غيرها. إذن هو ينادي أقرب الناس إليه ويقول لهم سلوني من مال ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. يا إخواني قارنوا بين هذا النداء العظيم وبين ما عليه المسلمون اليوم. سبحان الله، لما يأتي مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعبد الله ويفعل جميع الطاعات، ثم يأتي ويمسح ذلك كله بكلمة يقولها بلسانه، يستغيث بغير الله، أغثني يا بدوي، أغثني يا جيلاني، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا تيجاني، أغثني يا شاذلي، أغثني يا مرسي، إذن مسح كل شيء، أليس كذلك؟ والله قضى على كل شيء، مسح صلاته وصومه وزكاته وكل شيء، كله قد قضى عليه، ما بقي شيء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعوه وهو أفضل الخلق، فكيف من يدعو من هو دونه؟ يدعو مسكين ميت في قبره لا يملك لنفسه شيء، هو لو كان يملك لنفسه شيء ما مات، أليس كذلك؟ لو كان يملك لنفسه شيء لبقي خالدا طول الدهر، ولو كان الخلد مكتوبا لأحد لكتب لأفضل العالمين، لسيدي ولدي آدم سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر واضح لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. إذن من أعظم المسائل هذه المسألة، أن تعلم أنه لا أنه لا يدعى من دون الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، مهما كان هذا المدعو لا يدعى من دون الله. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإن بدون تقول عبد الله ورسوله. سبحان الله، توجيهات نبوية كريمة. من يفهم هذا؟ ما معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ ها؟ لا تطروني يعني إيش؟ لا تبالغوا في مدحي كما فعلت من؟ اليهود والنصارى. ماذا قال اليهود والنصارى؟ اليهود قالت ماذا؟ عزير ابن الله، ابن الله. والنصارى ماذا قالت؟ المسيح ابن الله. جاء بعض المتأخرين من المسلمين فتركوا كل شيء وقالوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحديث الإمام. بالله أيهما أعظم، الذي يقول ما لأحد سواك يوم القيامة، ولا الذي يقول إنه ابن الله؟ والله الأولى أسأل من هذا. فلنتنبه، فلنتنبه، من الذي يدعى عند نزول الحادث العامم؟ الله وحده. كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو إيه؟ فهو إيش فيه؟ ما قال ادعو الرسول ولا ادعو الملك. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، ومن شك في حبه أو في رسالته ومن لم يحبه فهو كافر. لكن هذه المحبة لا تحملنا على التأليه ولا على أن نؤله أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ ولو كان ملكا مقربا ولا نبي مقرب. إذن ما رأيكم في الطاغية الذي يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ هذا كفر الإسلام؟ كفر. وأي كفر أعظم منه؟ الأئمة الذين جاءوا بعد النبي أعظم درجات من الأنبياء والمرسلين. من يقول هذا؟ لا يقول هذا إلا ملحد مشرك كافر بالله مارق من الدين. فلنتنبه لهذا، هذه المسألة مهمة جدا، لا بد أن نفهمها قبل أن ندخل في مسألة الكلام على الأصول الهامة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد. إذن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، معنى فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء، فيجب على المسلم دائما أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، هذا هو واجب كل مسلم. والمقصود بالموالاة المناصرة والمحبة، ليس المقصود بالموالاة التعامل مع الكفار أو المتاجرة معهم أو التعامل معهم في أمور الدنيا، هذا أمر يعني ما استغنى عنه أحد حتى الأنبياء. فالرسل عليهم الصلاة والسلام تعاملوا مع الكفار
في البيع والشراء وما إلى ذلك من أمور الدنيا، لكن إذا وصلت إلى المناصرة والمحبة فهنا يكون تكون المفاصلة. فالولاء والبراء لا يجوز أن يكون إلا لمن؟ إلا لله وفي الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذا هو الولاء والبراء، أن تبرأ من كل نصرة لغير دين الله. قد يخلط بعض الناس في هذا الزمان، بعض المتحمسين، فيفسر قضية يعني التعامل بين الدول والتعامل مع بعض الكفار واستخدامهم والاستفادة من خبراتهم الدنيوية المادية عندما ضعف المسلمون في هذا الزمان، يفسر ذلك بأنهم موالاة، وهذا فهم منكوس ليس بصحيح. إنما الموالاة النصرة لهم، المناصرة، المحبة، المودة، هذه الموالاة. المساعدة ضد المسلمين، الوقوف معهم ضد المسلمين، هذه الموالاة. أما الولاء والبراء المقصود به والمطلوب والمتعين على كل مسلم هو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، ويكون ولاؤك لإخوانك المسلمين في كل أمورك، وبراؤك ممن عادى المسلمين، لأن معنى لا إله إلا الله لا تشتمل على نفي وإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، هذه حقيقة الولاء والبراء. ولذلك يقول تبارك وتعالى قد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو حقيقة الولاء والبراء. حقيقة الولاء والبراء المقصود به المناصرة، المحبة والمودة للمسلمين جميعا الذين ساروا على منهج الإسلام الصحيح قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا. فتواليهم في الله، تبغض في الله وتحب في الله، وتوالي في لا أوالي من أجل حزب أو منهج مخترع أحيانا قد يكون باسم الإسلام، لا، وإن أموالي في الله وأعادي في الله. لا أوالي على تقديس الأشخاص، لأن الأشخاص لا يعرف الحق بالأشخاص، وإنما الأشخاص هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. لا يعرف الحق بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. هذه حقيقة الولاء والبراء. والناس يخلطون في هذا الزمان، لأن كثيرا من الناس يوالون ويعادون على منهج ضيق معين، قد يتناول جانبا من جوانب الإسلام لكن يضيع أهم جانب وهو جانب العقيدة، جانب التوحيد. قد يوالي في على أمور وينسى ما هو أهم، يدعو إلى الأخوة الإسلامية، إلى اجتماع المسلمين، إلى اجتماع كلمتهم، إلى تقاربهم، إلى توحيد صفوفهم. هذا كله شيء جميل، ولكن بشرط أن يكون على ماذا؟ أن يكون على منهج سليم، على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون على
الذوات وعلى تخبيث الأشخاص الذين نتعلق بهم ونعتقد أن الحق ما قالوه ولو جانبهم الصواب، لا، إنما الصواب هو في قال الله وقال رسول. هذه حقيقة الولاء والبراء، فعلينا أن نتنبه الآن لأنها دقيقة والناس يخلطون فيها في هذا الزمان. بعضهم إذا لم توالي وتبايع شخص معين يرأس حزبا معينا قد اتخذوه ولو كان ميتا، فإنه عندهم لم يكن من أهل الولاء والبراء. ونحن نقول الولاء والبراء لله ورسوله، للكتاب والسنة، لمنهج الكتاب والسنة، ولمن صدق الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا في أي بقعة من بقاع الأرض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن مسألة الولاء والبراء دقيقة. لا نأتي إلى شخص مثلا يتعامل مع النصارى ولا يتعامل مع اليهود في أمور الدنيا نقول أنت موالي لهم، هذا غير لازم، غير لازم، لا يلزمه هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه عند يهودي نسميه مواليا لهم؟ ها؟ لا، ما يقول هذا عاقل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من محمد رسول الله، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، كونه وصفه بأنه عظيم الروم نقول هو موالي له، أو أنه يحبه، أو أنه يعامله، أو أنه يواده من دون الله؟ لا، ما يليق، ما يليق. بعض الناس الآن ينتقد قضايا وهو لا يفهمها، يعني يقول إن يعني يصف بعض المسلمين بأنهم يوالون الكفار بسبب المعاملات التجارية ونحوها أو بسبب كلمات دنيوية فيصفها بأنها تعظيم للكفار أو موالاة لهم، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إلى هرقل عظيم الروم ما ليس لا يقصد الموالاة هنا أبدا، ولا يفهم من هذا الموالاة، وإنما المراد أنه عظيم عندهم في دنياهم، عظيم عند من؟ ها؟ عند قومه، ليس عظيما في الدين، وإلا في الدين لا يعني لا يستحق حتى أن يساوي شراك نعل واحد من المسلمين. ها؟ لكن هذه الأمور لا بد أن يعني توزن بميزان الشرع، لا بأهوائنا ولا بعقولنا. فالموالاة والمعاداة في الشرع في الدين، في أمور الدين، في العقيدة، في التوحيد، الموالاة والمبارأة لا بد أن تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. هذه حقيقة الموالاة، والآية صريحة في ذلك، وفهم هذه المسائل لا بد منه حتى تفهم أصول الدين إن شاء الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا المقطع يتعلق ببيان الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، أن اتبع ملة، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
ولكن كان حنيفا مسلما. ومعنى الحنيف هو المائل عن طريق الغواية إلى طريق الهداية، الذي يميل بقلبه وقالبه وحواسه وجميع أموره إلى الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحنيفية الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، وهي التي أمر الله بها الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا فإن دعوة الرسل واحدة كما سيأتينا بيانه فيما بعد إن شاء الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وخلاصة هذه الحنيفية هي توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا لنلهو، لنعبث في هذه الحياة، لنشبع غرائزنا فحسب، وإنما خلقنا لمهمة عظيمة ووظيفة جسيمة قل من يدركها. فالذين لا يدركونها وصفهم الله تعالى بأنهم كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولكن المؤمن الحق هو الذي يدرك الغرض الذي خلقه الله له وأوجده له وأوجده من أجله وأمره بالإخلاص فيه بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. إذن خلق الله العباد للتوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومعنى إفراده، معنى إفراده بالعبادة أي تخليص العبادة له من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بمعنى أن تجرد قلبك وحواسك وجوارحك لله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بغيره. إذا دعوت لا تدعو غيره، إذا استغثت لا تستغيث بغيره، إذا استعنت لا تستعين بغيره، إذا خفت لا تخاف إلا هو، إذا رجوت لا ترجو غيره، إذا استعذت لا تستعيذ بغيره، لا تستعيذ بالولي ولا بالعبد الصالح ولا بزيد ولا بعمر، وإنما تعلق خوفك ورجاءك وجميع عبادتك بالله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. فلذلك فإن توحيد الله تبارك وتعالى هو إفراده بالعبادة في أسمائه، في صفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في حاكميته، في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. هذا هو التوحيد الحق، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد فقط مجرد توحيد الربوبية كما تظنه الصوفية الذين
لا يعرفون من التوحيد إلا قسما واحدا وهو توحيد الربوبية فقط، وأما توحيد الألوهية فقد خلطوا فيه خلطا عجيبا وبعدوا فيه عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل إنهم أشركوا فيه وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، حيث تعلقوا بمشايخ الطرق الذين تعلقوا بهم من دون الله، وعلقوا فيهم رجاءهم وخوفهم واستعاذتهم واستعانتهم واستغاثتهم، يتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. لأن التعلق بالأشخاص أو بالذوات ليس من دين الإسلام في شيء، إنما الذي يتعلق به هو الله وحده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين ينهى أمته من أن تتعلق بغيره، ينهى أمته حتى لا تتعلق بغيره، فما بالكم بمن دونه أو بمن يدعو من دونه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر خطير، لا بد من التعلق بالله وحده، وضده الشرك وهو دعوة غير الله بالأقوال والأفعال، دعوة غير الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال الدعاء، وسيأتينا تقسيم أو بيان للدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى وأقسامه وأنواعه.